كتير جدا. ما هو بس ما حدش عنده الجرأة ان يمسك ويرفع وشه ويقوم عامل بالمقاس. وهو كمان انا في حته عجبتني فيه قوي ويمكن كان بيعملها كتير ال 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 يعني صاحبه الوش وش الرجل دي وهو بيلعبها. عارف ممكن ما حدش ياخد باله منها. التكنيك من تحت هو يشيل الكوره من تحت كده مش مثلا بيعمل اللي هو مجرد ان انا بعملها وخلاص مش بيحدف الكوره وخلاص. هي خد بالك دي في تكنيك معين. دي مهاره طبعا طبعا والله دي مهاره يعني مهاره ما حدش بيتعلمها دي هي عنده بس انا بحب بص انا بحب الطريقه دي. انا بصراحه النهارده وانا قاعد كيفت حتى جبت فيديوهات ليه بس بحبها جدا. خد بالك انا حتى والله يمكن كابتن شريف مثلا وكابتن وائل كان حتى يقعد يقول لي يا ابني كفايه العبها عادي يعني لا وليه بلاش طويل وعلى فكره مدربين كتير جدا كانوا يقولوا لي بلاش طويل بس خد بالك الكوره في وقت بتودي.